مساء الخير واهلا وسهلا مره تانية بحضراتكم الحقيقه يمكن بكرر تهنئه لشعب مصر العظيم والجيش المصري والاهالي واسر الشهداء بذكرى يوم غالي على كل المصريين ومش ببالغ لو قلت الحقيقه انه على الامه العربيه كلها كل سنه وحضراتكم طيبين ويمكن تكون فرصه فرصه عشان لما تبقى ماشي عكس الطيار لما كل الناس تقول لك مستحيل وأنت تقول هقدر لما كل الناس تقول لك لا وأنت تقول آه المصري قادر دائما على تحقيق ما يعجز عنه الآخرون المصري بمعدنه الأصيل باستحضار حضارة سبعة الاف سنة قادر على قهر أي ظرف صعب ممكن يواجهه ويمكن تكون في الذكرى الغالية علينا دي كلها فرصة كويسة نتكلم على الظروف الصعبة اللي رغم كل الصعوبات والتحديات اللي بيواجهها النادي الأهلي تكون الحقيقة مصدر وحافز ليه عشان يعدي الصعب ويوصل ان شاء الله للهدف الكبير بطوله افريقيا لو فتحت دماغ اي اهلاوي كده مش محتاجه يعني فطنه ولا ذكاء عشان تعرف انه جوه دماغ الاهلاوي حاجتين بطوله افريقيا وتدعيم الفريق وصفقات الفريق عشان السيزون اللي جاي وده اللي هنتكلم فيه طبعا مع نجم مصر والنادي الاهلي كابتن ماهر همام أهلك اهلا كابتماهي. بيك يا كابتن ماهر نورنا مشرفنا ربنا يخليك كل, كل سنه وانت طيب. كل, طيب. طيب كل سنه وانت طيب ذكرى طيب. طيب. يعني غاليه طبعا جدا, جدا علينا جدا كلنا جدا وكل سنه وانتم طيبين وطبعا الشعب المصري بخير وانتصارات اكتوبر ان شاء الله باذن الله هيكون لنا نصيب فيها ونوصل الأهداف اللي احنا بنسعى عليها وهي البطوله الغاليه علينا البطوله الافريقيه فان شاء الله بنصر اكتوبر الشهر ده هيبقى خير علينا وعلى الشعب المصري، وعايز اقول لك كمان احمد يعني على قدبي الكره المصريه مم. نتمنى طبعا نتمنى طبعا النادي الاهلي رقم واحد ثم نادي الزمالك ان شاء الله الانتصار في في شهر اكتوبر والملحمه اللي انت عرضتها الجميله للجيش المصري اللي بيعتبر مثالنا الاعلى في كل حاجه وطبعا زي ما كنا بنتكلم قبل الهواء ان في اجيال ما شافتش الاجيال هاي. الجميله دي لكن طبعا وجود هذا الشهر والعرض الجميل اللي بتعمله قناه الاهلي ان هي بتفرز ملاحم وانتصار وتنظيم وفداء للوطن الجميل مصر الحبيبه فان شاء الله باذن الله هيعود علينا هذا الشهر بالانتصار بالاهداف اللي بنسعى عليها ده. رياضيا باذن الله. بمناسبه الويلكم كليب كده اللي كانوا زمايلي محضرينه حضرتك في بدايه اللقاء وبمناسبه كلمه الجيل الذهبي يعني اذا كنتوا انتوا طبعا الجيل الذهبي في او من الاجيال الذهبيه في النادي الاهلي فانا بتهالي الجيل اللي عمل النقله من سبعة 67 ل 73 يمكن يكون كمان جيل ذهبي في تاريخ مصر الشعب المصري اعتقد الناس اللي تحملت المع... الصدمه تلقت الصدمه وتحملت المعاناه وقدرت تحول المعاناه دي وظروف القاسيه والصعبه على كل المستويات سياسيا وعسكريا واقتصاديا لانتصار ازهى للعالم اعتقد جيل يستحق مننا بالتاكيد كل الثناء والتقدير الحمد لله طبعا ان احنا تواجدنا في هذا الجيل عايز اقول لك كل اجيال الجيل اجيال السبعينات اللي هي حضرت من 67 ل 73 كلها اجيال كافحت بشكل كبير جدا عشان توصل للهدف الجميل الامثل اللي احنا وصلنا له في 73 فانا الحمد لله يعني انا سعيد وبشكر ربنا ان احنا من هذا الجيل يمكن الانتصارات ديت يا احمد خلتنا احنا كمان في كره القدم وصلنا للاهداف اللي احنا كنا بنسعى اليها وهي اول بطوله افريقيه سنه 82 بدانا من 75 لحد 82 مشقه كبيره جدا قابلناها لحد ما وصلنا للهدف اللي احنا بنسعى اليه وزي ما انت قلت الجيل الذهبي ده جيل مش هتعوض جيل زي الجيش المصري كده وانتصاراته في 6 اكتوبر مفحور في ذهن جماهير النادي الاهلي